السلام عليكم. احنا كبر معاكم نارنا في البورتا تنس ولاية شلف يوم الخميس. الله يبارك. انا رايح بلاصة شابة. الله يبارك، ان شاء الله تعجبكم. هذه شوف تقاري في البورتا تنس، او كاين باركينغ فما قدام البورت، ما تدخلش للبورت كاين باركينغ. دونك ان شاء الله تعجبكم المنطقة. تطلع من طريق التراب هذه. ان شاء الله دوك ندير لكم التكمله تاع الفيديو خاوت، ان شاء الله تعجبكم البلاصه. اللي بغى يجي مرحبا به. السلام عليكم. شوفوا المنطقه خاوت منها كيفاش تبان. هذيك البريز لام. صيدو يصيدوك. الله غير مليح بالعيش هذا. هاي ناحية ناحية كرموسارة مصورة معنا يا محينا كيحكوا لها الثورة. خوتنا منا راكم عارفين هذي تا واحد تاع ليجان، ماشي تاع واحد كمال ولا مع العائلة ولا حد. شو الطريق شوية صعيبة، طريق صعيبة بزاف. شو البحر منا نقي، الله يبارك. بلاصة تاع لاباش ما شاء الله. أصحاب الفيزي هنا يا الله يبارك. شو الطريق كيفاش دايرة خاوتنا، فكرنا بالسيادة بكري. عليكم مروان القدام، مازال تبيت على كل حال، ماشي هذيك مور ديك حجرة مروان المنارة. على كل حال جبل مروان. بلاصة راه قريب خاوتنا، لا بلاج قريب. هاي ليك انا قريب نوصلوا ليها باذن الله. شوف بلاصة كالم من الله يبارك ما شاء الله. هنا تبعدها لا كاع، لا اغلب الناس بعد عليهم. على كل حال يوصلوا ليها هذه المنطقة ليون فامي، بصح كيما نقولوا اللي موال في البلاصة هذه اللي يسكنوا هنايا يجوا ليها. ولكن اللي ما يعرفهاش ما ننصحش يجيب العائلة تاعو هنا الا اذا كان موال في التضاريس هذوك. على كل حال الحمد لله بلاصة ما شاء الله، ناس كيما نقولوا هنا ما الحمد لله واحد ما يضرش بيك. بلاصة بلاصة محرمة ما شاء الله. انا قربني عليها خوتنا. هاي لكم الطريق الفوق تاع مروان اللي تدي المروان. دونك هنا انا في الغابة تحت الغابة ديريكت، سماك شو المكاش طريقها كلها تهبط ليها. الصنوبر اخويا. السلام عليكم. وانا لحقنا خوتنا جاكي الله يبارك لي، راه مخيمين هنايا. هاي ليكم بلاصة خوت، هذه هي لابلاش. هذه يا خوتنا، هذه البلاصه اللي بغي يجي ليها مرحبا به. اللي يبغي بلايص ايزولي حتى السياده اللي جاك تشوف لي بلونجير مكاينين. هاي يا خوتنا، السلام عليكم.